بالنسبه للدوافع اللي اتكلمت فيها مع الكابتن احمد الكابتن وليد، يمكن بتقل جدا بعد النهائيات او بعد الحصول على بطوله. هل المدير الفني عنده وجهتي نظر، انا ابدا بالمجموعه اللي لعبت بيها وبعدين اعمل تغييراتي من خلال المباراه، او ان انا اعمل روتيشن في 3 4 لعيبه في ال3 خطوط اللي موجوده في الفرقه عشان تضخ دماء جديده وطموح جديد يساعد او يعدل اللعيبه اللي كانت موجوده اساسيه في الفتره اللي فاتت؟ انت مع اي وجهه نظر من الاثنين؟ خلينا نفتكر كده يا صبري، ماتش سموحه لما كنا، انا زعلان على ماتش سموحه قوي، يعني اللي هو عمل روتيشن في الفرقه كلها عشان الكونفدراليه يعني. بس الكابتن احمد يعني زي ما قال الكابتن احمد، هو كمان عمل روتيشن في عدد كبير جدا ساعتها في اللعيبه. أيوة، قلنا 7 لعيبه ولا حاجه، وغير في اماكن كمان يعني بعض من اللعيبه غير في الاماكن بتاعتهم، هم اول مره يشاركوا مع الفرقه. صحيح، ما انا بقول لك عشان كده انا زعلان، الماتش ده انا زعلان عليه، لان انت لو على الاقل انت لعبت يعني ما ريحتش كل الاساسيين او حطيت 3 4 لعيبه اساسيين، كانت الامور الماتش عدى عادي وكسبناه عادي، الامر الطبيعي. وفي الدوري موقفنا دلوقتي بقى احسن برضه، وخلاص هنركز بقى في الدوري. اتفضل. المدرب عمل كده عشان كلنا قلنا عشان الكونفدراليه. تمام. صح، انا صحيح. هو حتى نجح في الكونفدراليه، دي حاجه ثانيه. يبقى اللي عمله في سموحه دي حاجه ثانيه، يزعل بس ايه، ما يبقاش فيه الانتقاد كان مقابله الكونفدراليه. بالظبط. طيب انا ما بنقدش يعني، لكن انا بتكلم في ايه؟ لان ماتش سموحه برضه ارجع ثاني واقول لك ان احنا كان ممكن نكسبه، كان ممكن نريح بعض اللعيبه الاساسيه. صحيح. لكن مش كل اللعيبه، مش كل هو استوعب النهارده الدرس. تمام. بتاع كان ليه هدف كابتن وليد؟ اصل انا هقول لك ايه، استوعب من خلال تشكيل النهارده. لا اصل هو مش، اصل خلاص انت ما عندكش للدوري خلاص يعني، انت خلصت الحمد لله خدت الكونفدراليه. فانت لو كان لو كنا ربنا كرمنا مثلا في حته سموحه، انا خلاص ببص بقى للدوري العام دلوقتي. صحيح. خلاص، فانت لو كنت ريحت 3 4 لعيبه كانت الامور مشيت، هنقول الامور مشيت وكل حاجه. لكن دلوقتي انت ما عندكش بطوله ثانيه، انت عندك دلوقتي بطوله الدوري العام، فانت عندك اللعيبه الاساسيه اللي هو حطها، باستثناء طبعا فتوح اللي هو غاب عشان ايا كان اجهاد او حاجه، ودخل عبد الله سعيد ونصر ماهر. لكن انا عايز اقول لك حاجه، انت عندك، انا بحيي نضاي الماتش اللي فات، الراجل ما كانش بيلعب ولعب وادى لحد ما خرج بصراحه. عمر جابر نفس الكلام، هايل. انا شايف عمر جابر يعني دلوقتي احسن باك رايت في مصر من وجهه نظري. دونجا وشحاته ظهروا بمستوى عالي جدا، وخصوصا شحاته اللي كان بعيد وبدا يحط رجله بقى عنصر اساسي. طبعا الاربعه اللي قدام مش هنتكلم عليهم لان دول مستوى الفني في حته تانية خالص. لكن برضو حته اللي انا كجوميز يعمل روتيشن، ما انا مش يعني اعمل روتيشن لايه؟ خلاص في اجهاد اريح، ما فيش لا العب، لان خلاص انا عندي بطوله الدوري. وسواء حتى اللي بره مع اتحطوا مع الاساسيين، يعني التطعيمات اللي هي 3 4 مع الفرق الاساسيه هيشيلوا بعض. يعني النهارده ناصر ماهر، النهارده عبد الله السعيد موجود، النهارده موجود كان موجود المباراه اللي فاتت، يعني ابراهيم نضاي متغير مكانه، ويمكن النهارده بيلعب باك ليفت، ففي بتاع 3 لعيبه يعني متغيرين في الفرق. صحيح، بس اساسيين ورجلهم في الملعب. صحيح. وعندهم امكانيات عاليه، فالفرقه كلها هتشيل بعض. فانا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس. وبرضه هرجع اقول لك، انا حته سموحه دي انا زعلان عليها، لان لو ربنا كان كرمنا فيها كنا هنبقى في الدوري وهنمشي بقى بتركيز، وكنا الامور كانت هتبقى اقرب واقرب كمان. لكن هو طبعا خدنا الكونفدراليه فنسينا الموضوع ده، فمركز دلوقتي في حته الدوري العام. فالتشكيله اللي موجوده بالتغييرات اللي موجوده شايفها الانسب؟ هي الانسب طبعا، لان وبعدين انا ما عنديش حاجه اريح لعيبه عشانها، خلاص انا عندي بطوله الدوري. اللي بيحس باصابه او يحس باجهاد بريحه، غير كده التشكيله الاساسيه هي موجوده.